لك يا ابو عطا، انت تاكدت بالمستشفى من التحاليل والفحوصات ان الولد ابنك يا كينج؟ نزلت لك ولا امرك مو على حيلك؟ تأمور، ما حدا شاكك بالمرة بنوب، بس ليش ابجانتي لا اخذها ويرو؟ وانت عدم المؤاخذة، ايش دخلك في مرتي؟ لك انا من شانك خلاص خلاص طفايت يا ابو عطا، كمان انت ما قصرت، اتهمت المرة وجرحتها. بس والله يا معلمي ابجانتي محوق. فايز، الزلمة اللي من اجى لعندي يسأل عن ابو جانتي، اجى لعندي ما اجى لعندك، وانا اللي بدي اسمعه. معك حق معلمي، بس والله غلطك صار لمدة مو تمام، استغفر ربك وروح على شغلك، بركي الله بيرزقك. ايه خلاص امورك انا، بس والله ما خلاص، يلا سلام عليكم. الله يديمك ويخلينا اياك يا كبير، انا اسف عذبتك في هالقصة، بس مرتي. الخلاصة ابو جانتي رجال زقرت وقبضاي ومعدل، وحسب ما عرفت على انه ابجن مرتك وقت اللي كنت انت ما عم تتصل فيها بالتليفون. الله يلعن ابو يونيتس، ما هو ما معيش يونيتس. هذا مو عذر، في مليون تليفون بالطريق. هو معك حق معك حق، بس يا سيدي سيدي وسيدك الله، استهدي بالله، لا ابجانتي غلط ولا مرتك غلطت، انت اللي غلطان. والله غلطان، لكن مش غلطان غلطان. وهي وهي الله لا يعطيني عافيه. يلا شباب شوية همي، ها ما بدنا نتأخر. مرحبا كابتن. اهلا سعيدو، لك شو جابك لهون؟ عود عود. الله يسلمك، والله كنت عم نزل حمل بصل فاشتهيت لك هالبصلات السلمونيات على كيف كيفك، خرجموني ورجيني لشوف. تفضل. يا سلام، والله هي شباتهم امبارح المساء قالت لي المرة بدها تموين بصل. الله يسلم ايديك يا رب. وايديك كابتن، ولو انت عندنا بشوالين بصل. كابتن شو مشاني انا؟ والله ما عم بقدر بتحمل. يا سعيد يا سعيد، انت بتعرف معزتك عندي، بس انا ما فيني نزلك لحتى تثبت للعالم انك صرت منيح. لا ليش انا مو منيح؟ لك منيح بس ناقصك شوي تدريب. الله وكيلك عم بتدرب لي النهار. طيب خلاص استناني لبيما غير ملابسي، راح روح انا وياك على الملعب ودربك شوي لشوف كيف راح تلعب. ها مشي. الله يسلم الايدين يا رب. وايديك صحتين. صحتين كابتن صحتين. لوين باذن الله فريموزيت؟ عالشغل جنب البريد. ايه تكرم عيوني. قالوا ريمبر مي ماي دارلينج ريمبر، يا حيف عليكي ودونات ريمبر، يو بروميس مي رح نبقى توجيزر، يو جو اند ليت مي الون يا باي يا باي يا باي يا باي. ابو الملوك عيني. لك اهلين بمعلمي وتاج راسي ابو الملوك. تكرم معلم، انا بس في عندي طلب على البريد، بوصله وبيجي لعندك. خادم للأوادم من الراس للمقادم. خير إن شاء الله. قال يا أهل العارفة هاتولي قلم ودواي لأشرح لكم قصتي، بلكي تعرفوا لدوايا مان أنا ديبي.